ويأتي هذا تصريح على أعقاب ما ذكره النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي بأن هناك مشروع خارجي أمريكي لا يريد أن تكون هناك انتخابات تشريعية مقبلة. وحذر الموسوي أن المشروع المذكور يريد تعطيل الانتخابات أو تعطيل الانتقال السلمي للسلطة، مشيرا إلى أن السفير البريطاني وتصريحه بعدم وجود أمن انتخابي ليس ببعيد عن تلك الأجندات، كما شدد على أهمية إلزام الحكومة بتأمين الأجواء المناسبة للانتخابات وإيجاد ميثاق شرف بين القوى السياسية والفصائل بهذا الصدد.